توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الفائزين في سباق طواف جيرو دي إيطاليا في النسخة 100 من الطواف التاريخي الكبير وسط متابعة إعلامية واسعة بعد سباق قوي ومثير. وقد أعرب سموه عن تهانيه للفائزين مشيدا بالمستويات الكبيرة والمتميزة التي قدمها المشاركون، منوها بتميز الجولة وبالإثارة التي شهدها السباق من قبل الفرق المشاركة، إضافة إلى الأداء الباهر والرائع للدراجين رغم التحديات إذ يعد من أصعب السباقات في العالم. وهنأ سموه قائد فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية تحقيقه المركز الثاني في الترتيب العام، ما جعل فريق البحرين يتصدر المشهد في هذا السباق الرائع، مؤكدا سموه أن المشاركة البحرينية في سباق إيطاليا الشهير حققت أهدافها بالترويج للبحرين ومنجزاتها الحضرية والتنموية وما تتمتع به من مقومات اقتصادية سياحية ثقافية، وهي تعد ترجمة واضحة لرؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى في استغلال الرياضة العالمية للترويج للبحرين وما تحققه من تقدم في جميع المجالات. وشدد سمو الشيخ ناصر أن فريق البحرين ميريدا سيواصل حضوره ومشاركته القوية في مختلف البطولات العالمية من خلال خطة لتحقيق الإنجازات باسم المملكة. هذا الحشد الكبير وهو يتابع ميريدا البحرين بلا شك مفخرة للمملكة. الحمد لله حاليا يعني بالثانية، تعرف اليوم المرحلة مرحلة مختلفة عن مرحلة أمس. أمس كان 190 كيلو يعني والخطأ كان مسموح، اليوم 30 كيلومتر، 30 كيلومتر معناته ضد الساعة، اللي يقطع مسافة 30 كيلو في أسرع وقت من الأول إلى المركز الخامس ما بينهم ثواني فقط. احنا حاليا في المركز الثاني، يعني لو الدراج اللي عندنا نبلي يغلط غلطه واحده نخسر هذا المركز. هو بيحاول انه يفوز، بياخذ كل ما يستطيع عليه من قدره وقوه وايضا يعني من مخاطر، بيرفع المخاطر، بياخذ لفات سريعه يعني عشان انه يفوز لازم يسجل رقم اسرع من الكل عشان يبقى في يا المركز الثاني او يحتل المركز الاول، لكن الخمسه الاوائل كلهم قريب من بعض ما بينهم ثواني.